أعطونا الطفولة. هي بيب دبوبي بيب دبوبي. بيب هي. شو بتعملوا؟ قومي يلا خلصي اجل الجال اللي مكوم على المجلة من امبارح. عفن، وانت روح جيب لي رز بدي اطبخ. الدنيا برا موت برد. شان الله خلينا نلعب كمان شوي. لا بسرعة قومي وانت شوي. روح جيب رز كمان. بدي اطبخ. المي بارد بارد كتير. يلا بلا دلع خلصيني اجلي. ايدي اخ ايدي. بيب بيب. اخ اخ اجري اجري. ماله هذا الولد؟ ما في حد كبير عنك يحمله يا حبيبي، والله ثقيل عنك. قوم قوم. شو بدي اعمل؟ مش قادر. اوصلك على البيت يا حبيبي. لا لا. والله يا عمر كيس الرز اخف منك. شفتي يا ام عمر؟ ما كان لازم خليناهم يحملوا مسؤولية اكبر من طاقتهم. شوف يا حبيبتي شو صار فيهم. احنا لازم من يوم طالع بس نخليهم يساعدونا على طاقتهم، نعطيهم حقهم ليلعبوا ويتمتعوا. احنا بس بنساعد. احنا بس بنساعد. للطفل الحق في الحماية من الاستغلال في العمل، على الطفل مسؤولية تقديم المساعدة لوالديه. مركز الدراسات النسوية.